هذه أيضا وهي في داخل الحقيبة، فهمت؟ نعم. هل تستطيع أن ترد على السؤال؟ هذه أيضا فيه هكذا. المهم الذي ندرسه في هذا اليوم هذه الأشياء الأربعة. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الطلاب مشاهدي تلفزيون غنطر الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ما زال كلامنا يدور حول هذه الأشياء التي أمامي، وهي ملعقة وصحن وكوب. أمس كنا تحدثنا عن على، تحت، جانب، وفي. نحن نقول هذا كوب وهذا صحن. الكوب على الصحن، الكوب تحت الصحن، الكوب جانب الصحن. هل فهمت؟ فهمنا. ممتاز. أسألك الآن، ما هذه؟ تلك ملعقة. هذه ملعقة. أين الملعقة؟ الملعقة على الصحن. لا، هذا غير صحيح. الملعقة على الصحن، تحت الصحن، جانب الصحن. الكوب، الكوب على الصحن، الصحن على الكوب. هل فهمت؟ فهمنا. ممتاز. أين الملعقة؟ الملعقة على الصحن. أين الكوب؟ الكوب جانب الصحن. ممتاز. الآن عندنا كلمات جديدة وهي أمام ووراء وبين. أمام وراء بين. أنا أعطيك مثالا. الكوب على الصحن، الكوب أمام الصحن، الكوب وراء الصحن، الكوب بين الصحن والحقيبة. هل فهمت؟ فهمنا. أسألك، أين الملعقة؟ الملعقة على الصحن. أين الملعقة؟ الملعقة أمام الصحن. أين الملعقة؟ الملعقة وراء الصحن. وأين الملعقة؟ الملعقة بين الصحن والكوب. ممتاز. اسألني. أين الكوب؟ الكوب على الصحن. اسألني. أين الكوب؟ الكوب تحت الصحن. اسألني. أين الكوب؟ الكوب بين الملعقة والصحن. هل فهمت؟ فهمنا. نعم. الآن سوف نعيد دروسنا في الحلقات الماضية بهذه الأسئلة إن شاء الله. ركزوا جيدا. ما هذه؟ تلك حقيبة. وما هذا؟ ذلك صحن. هل هذه ملعقة؟ لا، ذلك صحن. هل هذا كوب؟ نعم، ذلك كوب.
ahadihi mil'aqatun? Naam, tilka mil'aqatun. Jayid. Aynal mil'aqatu? Al mil'aqatu amamal kubi. Aynal mil'aqatu? Al mil'aqatu wara'al kubi. Ikhwati at-tullab, hadha huwa alladhi nadrusuhu fi hadha al-yawm. وسوف نراكم بإذن الله تعالى في حلقات جديدة قادمة من حلقات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.